مرحبا بكم، اهلا وسهلا في الابيزود الجديد هذه باش نخصوها ان شاء الله لل سيري ستاتستيك ا دو فاريابل، والا تسمى ان فاريابل ستاتستيك ا دو ديمونسيون. هذه هي تكمله للستاتستيك ديسكريبتيف. احنا بدينا في ستاتستيك ديسكريبتيف نشوفوا اون سول فاريابل كيفاش نقراو لي فالور نتاعها، كيك سوا ليفيكتيف ولا لي فريكونس وانسي سويت فونكسيون دي ريبارتيسيون. وهي هذه باش تكون البارتي هذه نتاع ستاتستيك دوبل باش تكون انتروديكسيون للريغريسيون لينيير اللي باش نشوفوها ان شاء الله في الايكونومتري 1 والايكونومتري 2. كيما رينا في الستاتستيك ديسكريبتيف ان سول فاريابل، نشوفوا الكومبورتمون تاع ان فاريابل سوا ديزون لا تاي والا لا موين تاع لي زيتيديون والا انسي سويت، ونشوفوا لا ديسكريبسيون، نشوفوا لا ريبريزونطاسيون تاعها كيفاش سو فورم دو تابلو ستاتستيك والا جرافيك انسي سويت. دونك كيف كيف زاد في السيري ستاتستيك ا دو ديمونسيون ولا سيري ستاتستيك دوبل، زاد باش نبداو بالريبريزونطاسيون ستاتستيك كيك سوا في التابلو والا في الجرافيك، نشوفوا كيفاش باش تكون. توا باش نحطكم في الاطار نتاع الستاتستيك دوبل، اش معناها مثلا احنا قبل في ستاتستيك ديسكريبتيف شفنا ان فاريابل تقرا ان سول، يعني ان سول اوبسيرفاسيون سوا ديزون اكس، نقولوا هذاك اكس راهو سي لا موين دي ديتيديون، والا نقولوا راهو اكس سي لا تاي دي زيليف ولا مارش، انا فهمت به. مي توا نجمو ان سول ولا ان انديفيدو نشوفو من خلاله هو دو فاريابل. كيف مثلا مثلا واحد من الناس مشى يحب يشوف النمو نتاعو اسكو مريقل ولا مش مريقل، بطبيعة الحال باش يمشي للطبيب اول حاجه يقول له برا قيس لي الوزن نتاعك وقيس لي الطول نتاعك البوا ولا تاي. علاش؟ خاطر هما بيدهم للزوز هذوما، للزوز لي دو فاريابل هذوما كيلك سوا التاي والبوا عندهم علاقه ببعضهم. مثلا كي يبدا واحد مثلا طوله 1.50 متر يلزم يكون البوا نتاعو على موينة باش يكون النمو نتاعو مريقل يكون في 50 كيلو، ما يزيدش برشا وما ينقصش برشا، فهمتني؟ سينو عندك خلل. به فوالا، هذه هي بالضبط سي لا ستاتستيك دوبل. به خلينا نبداو بالضبط نشوفوا كيفاه اون بو ولا اون ريبريزونتي ان سيري ستاتستيك ا دو فاريابل. يلا بينا. الوغ اول حاجه باش نشوفوها سي لا ريبريزونطاسيون ستاتستيك ولا تابلو ستاتستيك دين فاريابل ا دوبل انتري، تسمى دوبل انتري والا تسمى ان تابلو دي كونتينجونس والا زاد التابلو كروازي تسمى. زاد شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه الفاريابل الاول اكس اي انديس اي، الفاريابل الثاني هو كريغ انديس جي، سوا ديزون هذايا لا تاي اكس اي هو لا تاي والكريغ جي هو لو بوا تاع ان انديفيدو. به في الليني الاولى كلهم لي زوبسيرفاسيون تاع الكريك حتى كش للكا تاع اليمون لهنا، والاكس عنده بي اليمون. في الاخر في الكولون هذه نلقاو لا سوم ولا لا توتال، كيف كيف لهنا في الاخر ليني نلقاو لا توتال دي اكس اي والا لا سوم دي اكس اي. اون فيت لي زيليمون الموجودين في وسط التابلو هذوما يتسموا افكتيف اسوسي والا فريكونس اسوسي. انا لهنا خليتهم اكس 1 وغريك 1 اكس 1 غريك 2 انسي سويت، مي هو نورمالمون باش تلقى ان سيتادير نقولوا افكتيف اسوسي سيتادير باش نلقاو ان 1 ان 1 اش معناه؟ يعني الافكتيف اسوسي ا اكس اي غريك جي وقت الاي ايكال 1 والجي ايكال 1، هذا سي ليفكتيف اسوسي ا اكس 1 ايغريك 2 ان 1 2 ainsi de suite حتى كش للاخر. كيف كيف وكان بدي فريكونس نقول مثلا هذه سي لا فريكونس اسوسي سوا ديزون، هذا مثلا سي اف
indice 2, c'est-à-dire de x lorsque i égale à 2, et k lorsque greg j égale à k. D'accord, d'où? Donc, là, nous avons l'effectif qui est marqué dans le statistique descriptif simple. Nous avons l'effectif ni avec ou la fréquence relative l'hima l'fi. D'accord? Là, nous avons double entrée ou la contingence. Nous avons deux indices, l'indice i et j. D'accord? Alors, dis-moi l'fij est toujours égal à nij sur 20n. هذوما لي توتو هذوما ليني هذي نتاع السوم والكولون هذي نتاع السوم يتسموا لي مارج دو تابلو. وبطبيعة الحال الكاز هذه الأخرانية هي شنية بالضبط؟ هي لا توتال، هي اون فيت هذه جراند ان، هذه نورمالمون باش تكون جراند ان. داكور هذا تابلو دو كونتنجونس ولا تابلو ستاتيك نتاع اون فاريابل ستاتيك ا دو ديمونسيون. خلينا تو نشوفوا la représentation graphique نتاع une série double. Alors, كيما رينا في ال statistic sample كي يبدا ال variable discrete نجمو نصورو la fréquence نتاعو ولا l'effectif نتاعو avec un diagramme en bâton. وكي يبدا continu نجمو نصورو la fréquence relative ولا la fréquence absolue donc c'est لهنا سي l'effectif بالhistogramme. كيف كيف لهنا في ستاتيك دوبل بويسك عندنا دو فاريابل دونك في لاكس دابسيس نحط الفاريابل اكس اي لاكس دي زوردوني نحط لغريغ جي دي جي دونك وكل بوان لا كروازمون نتاعها ما بيناتهم انا باش نحطو سو فورم دان بوان هذا يتسمى اونياج دو بوان والا تسمى دياغرام دو ديسبيرسيون مثلا هذه الكوردوني هذه هي سوا ديزون نتاع الاكس سوا ديزون هذه نتاع مثلا الاكس 1 والغريغ غريغ 2 سوا ديزون دونك هذا جينيرالمون يتسمى ستين ريبريزونتاسيون سو فور دو نياج دو بوان باهي افيك لي زيكزارسيس تنشوفو داكوردو باهي تعداو الحاجه هامه زاده في ستاتيك دوبل فوالا هي لا لوا مارجينال والا تسمى زاد لا ديسكريبسيون مارجينال في ديسكريبسيون مارجينال باش نلقاو لي زيفيكتيف ان اي والفريكونس اف اي مارجينال بارابور ا غريغ وباش نلقاو زاد بارابور ا اكس داكوردو دونك كومون نوتي هي بارابور كي تبدا لي فريكونس ولا افكتيف سوا ديزون لهنا الافكتيف مارجينال بارابور ا غريغ هو ان بوان جي خاطر جي انديس نتاع الجريك اكوا تيغال هي لا سوم دو اي الون دو ان جيسكا بي بي فوا ان اي جي زعما خاطر لي زيفكتيف في الفريكونس والعكس دونك اف بوان جي ايغال لا سوم دو اي الون دو ان جيسكا بي اف اي انديس جي بارابور لي فريكونس ولا لي زيفكتيف مارجينال بارابور اكس هو سونوتي ان اي دوت ولا ان اي بوان كي تيغال la somme du j allant de 1 jusqu'à k n indice ij et la fréquence f i dot ou le f i point égale à la somme du j allant de 1 jusqu'à k de f indice f i indice j. Haka chefna l'épisode de l'eau lambda statistique double chefna comme si c'était une introduction chmazel bish nkamlo nchofu kifesh nahsbu la moyenne la variance ونشوفوا من بعد شنو هو اخر زاد باش نشوفوا حاجات جدد في الستاتيك داكوردو ان شاء الله هذا كله نشوفوه في الابيزود الجاي الى اللقاء.